نرجع بقى. لا هل انسحاب محمد صلاح كان سبب من اسباب هزيمه؟ لا لا لا، هو محمد صلاح من يومها لعب سؤالي واضح. لا لعب من يومها اول ماتش النهارده، يبقى كان مصاب ولا مش مصاب؟ كان مصاب. بص يا بيه والبطوله انتهت. بص محمد صلاح اسطوره كرويه عالميه، دي حقيقه. مش ثانيه واحده يا دكتور، ثاني اسطوره، ثاني اسطوره عالميه كرويه. ليه احنا عايزين نحطمه؟ عشان نحيي اسطورات محليه مش كده؟ فاهمين طبعا. ها فاهمين. لا ثانيه واحده، اتفضل. ادي واحد. اثنين، اللي زعلان من محمد صلاح انه لم يدعم غزه اول اسبوع. انا عامل فيديو برد فيه على المحامي الصهيوني. هينزل خلال يومين. المحامي الصهيوني، لان انا ليا صفه اللي هو كذب وقال ان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ومصر هي اللي كانت بتمنع دخول المساعدات. ومشي وراه الراجل اللي اسمه بايدن، وطلع بايدن ده ذكاء اصطناعي، بايدن ده ميت من زمان. واخد بالك؟ وقال نفس الكلام. خلاص؟